لازم على المرأة البحرينية في 2018 أن هي تتجه إلى الشأن العام. الشأن العام بمعنى أنه هو يشمل قضايا المرأة ويشمل القضايا المجتمعية. المرأة البحرينية نتيجة أن هي متعلمة، تعلمت ووعت وعندها قدر كبير الآن ركام من الخبرة يأهلها في أن هي تبحث في الشأن العام. السبب اللي يخليني أقول أنه لازم على المرأة البحرينية تعمل هذه أن إحنا في سنة 2018 سنة الانتخابات، بالتالي تشكيل أو مشاركة المرأة في العملية الانتخابية والترشح أعتقد أن هذه أهم لزوم للمرأة. لازم المرأة تدخل هالمرة ولازم تثبت نفسها في بحث القضايا المجتمعية، وأعتقد هي على درجة كفاءة كبيرة أن هي ممكن تؤدي هذا الدور وتلعبه.